ولا لو كان في سوشيال ميديا كنا هنعيش الاجواء، اللي يسخن من هنا واللي يدافع من هنا واللي يهاجم من هنا، وان اللعيبه قاعده تقرا واللعيبه صغيره بعضهم بيخوفها وبعضهم بيقول لهم انتوا الامل. كانت الدنيا مؤكد هيبقى لها مسار وسياق مختلف. ليه احنا بنقول هذا الكلام؟ ان احنا خلينا نثق في الاداره وخليها ماشيه على المسطره بتاعتها عشان باستمرار يبقى الاهلي اقوى من اي حد، من اي عنصر، من اي عضو مجلس اداره، من اي رئيس نادي، من اي لعيب، من اي مشجع طبعا. يبقى مصلحه النادي فوق كل حاجه، فوق لما نقول الاهلي فوق جميع، مصلحه النادي فوق جميع ابنائه، فوق جميع ابنائه، مش حد تاني. دي مساله تخص عائله الاهلي. ده كلام مهم جدا.